بزحمة رهيب ضيف ميعادنا الأسبوعي معاك في اللقاء المباشر على تيك توك. معاكم الدكتور أحمد رشدي العجمي، أستاذ الروماتيزم في كلية الطب جامعة السوهاج. النهاردة هيتكلم زي ما بعضكم أو كتير من حضراتكم يعني طلب إن أنا أتكلم عن روماتيزم الأطفال. يعني إيه روماتيزم الأطفال؟ هو الروماتيزم بيجي في الأطفال؟ الإجابة آه. طب ايه هو يعني يفرق ايه عن بتاع الكبار؟ طبعا هو طبعا يفرق كتير زي ما هنتكلم بعد دقيقة واحدة. روماتيزم الأطفال هو أي مرض من أمراض الروماتيزم تصيب الطفل قبل سن 16 سنة. الحد الفاصل عندنا فين بين الكبار وبين الأطفال هو 16 سنة ميلادية بالظبط. طبعا هو مفيش حاجة في الطب كله بتتقسم أو بيتعمل بالحد الفاصل بالشكل ده، فاحنا التقسيمة دي في جزء منها بيبقى تقسيمة يعني إداريا أو سياسيا أو يعني لتقسيم المرضى بين الكبار وبين الأطفال، لكن ما هواش تقسيم طبي 100%. عشان كده هنلاقي في جزء يعني بيسموه الترانزيشن، اللي هو الجزء الانتقالي، مرحلة انتقالية بين الأطفال وبين الكبار، اللي هي من 12 ل 16 سنة، وفي بعض الدراسات من 12 ل 18 سنة. الروماتيزم الأطفال كل ما احنا بعدنا عن ال 16 سنة اللي هي الحد الفاصل اللي قلناه بين الكبار وبين الأطفال، كل ما بقى شكل الروماتيزم مختلف عن الكبار، وكل ما قربنا من ال 16 سنة كل ما قربنا من بتاع الكبار. فهنلاقي إنه أكتر الأمراض الروماتيزمية اللي هي بتيجي في السن اللي هي الصغير قوي بتبقى مختلفة في شكلها تماما عن الكبار. الأمراض الروماتيزمية لما بتيجي في سن قريب من 16 بتبقى أقرب ما يكون للكبار، ودي الأكثر احتمال إنها تكمل مع الطفل ده لما بيبقى بالغ أو يبقى كبير. طبعا كل أمراض الروماتيزم ممكن تظهر في سن قبل 16 سنة فيما عدا النقرس. النقرس لا يصيب الأطفال إلا في حالات نادرة جدا جدا جدا. احنا في عندنا قاعدتين مهمين جدا في النقرس: النقرس لا يصيب السيدات، النقرس لا يصيب الأطفال، طبعا مع استثناءات. يعني السيدات ممكن تصاب بالنقرس في الغالب بعد سن اليأس، بعد انقطاع الدورة الشهرية. قبل كده صعب جدا إن أنا أتوقع إن في ست يجيلها نقرس. طبعا مش 100%، مفيش حاجة في الطب زي ما قلنا 100%، أي حاجة ممكن تحصل لأي حد. يعني سرطان الثدي بيجي في الرجالة، لأن الراجل برضو عنده جزء صغير اسمه غدة الثدي، وإن كانت ما بتشتغلش لكنها موجودة وممكن حتى تصاب بالسرطان. لكن طبعا لما أقول سرطان الثدي يبقى بتكلم على الستات. نفس الكلام لما أقول نقرس يبقى بتكلم عن رجال بالغين. النقرس لا يصيب الأطفال، لا يصيب السيدات إلا في حالات نادرة جدا، وما ينفعش تبقى هي القاعدة. فالنقرس هو المرض الوحيد في الأطفال اللي في الروماتيزم اللي ما بيجيش في الأطفال. مين بقى اللي بيجي في الأطفال بقى؟ كل الأمراض التانية ممكن تيجي في الأطفال، بداءً من الروماتويد، طبعاً بيبقى له اسم تاني في الأطفال، الذئبة الحمراء بتيجي في الأطفال، التيبس الجلدي، التيبس الفقاري، كل الحاجات دي ممكن تيجي في الأطفال. ناخدهم واحد واحد. أول واحد اللي هو الروماتويد. طبعاً الروماتويد في الأطفال بيبقى اسمه التهاب المفاصل الأولي أو التهاب المفاصل غير معروف السبب، أو بيسموه بالإنجليزي juvenile idiopathic arthritis أو التهاب المفاصل الطفولي المزمن اللي ملوش سبب واضح قدامي، ملوش مثلا عدوى فده يبقى اسمه التهاب تفاعلي، ملوش مثلا ميكروب دخل جوه المفصل فيبقى اسمه التهاب صديدي. هو التهاب مفاصل مزمن لكن بسبب مناعة ذاتية زي بتاع الروماتويد. زي ما قلنا كل ما ببعد عن 16 سنة بيبقى شكل المرض مختلف تماما عن الكبار. فعندي مثلا الروماتويد بيجي في المفاصل الصغيرة في الإيدين هنا أكتر، ويبقى متعدد المفاصل. لكن الروماتويد لما يجي في الأطفال التهاب المفاصل الطفولي، لو جه في طفل صغير قوي بيجي أكتر في المفاصل الكبيرة، في الركبتين وفي الأنكل الكعبين أو في المفصل الرزق مثلا هنا، أو في الكوع هنا مثلا مفصل المرفق وهكذا. واللي بيجي في سن صغير قوي في الغالب ما بيكملش لما الطفل يكبر ويدخل في مرحلة البلوغ والنضج، يعني معظمهم بيشفى تماما قبل سن 16 سنة وبيتوقف تماما عن العلاج. طبعا لو كان الروماتويد او التهاب المفاصل الطفولي عمل له مشكله، عمل له عاهه، عمل له حاجه، دي هتفضل. لكن اللي مش هيفضل هو الالتهاب نفسه بتاع الروماتويد، هيختفي تماما قبل سن 16 سنه
ده لو اللي بدأت معاه بدري قوي في قبل 5 6 سنين يعني. النوع بقى اللي بيجي في ال 12 13 سنة اللي هو قبل ال 16 بشوية بيبقى متشابه كبير قوي مع الروماتويد بتاع الكبار، وده غالبا بيستمر بعد 16 سنة كروماتويد عادي. التيبس الفقري اللي هو مرض اللي بيجي مرض مناعي في الفقرات، وده طبعا هيتكلم عنه في مرة واحدة يعني، بيجي في الأطفال بنفس الاسم وبيجي برضو بنفس الأعراض، بس بيجي في سن أصغر طبعا من 16 سنة وبيكمل غالبا بعد كده في الكبار. الذئبة الحمراء بتيجي في الأطفال، ولازم ناخد بالنا إن الذئبة الحمراء لما بتيجي في الأطفال فهي محتاجة علاج بشكل أكبر، ومحتاجة يعني إن إحنا يعني نركز معاها أكتر من بتاعة الكبار لسببين. الأول إن مشاكلها الصحية ومضاعفاتها المتوقعة بتبقى فعلا أكتر من الكبار، يعني الذئبة الحمراء لما بتيجي في الأطفال بتيجي بشكل أكثر شراسة في المجمل يعني من بتاعة الكبار. الحاجة التانية أنا بتعامل هنا مع طفل، يعني لما معلش لما يجيني عيان أو عيانة، طبعا معظمهم بيبقوا سيدات يعني، لما تيجي عيانة عندها 40 سنة عندها ذئبة حمراء وأقول لك إن احتمال إنها تدخل مثلا في مشاكل في الكلى أو كذا بعد 10 سنين 10%، بعد 20 سنة مثلا كذا، فأنا بتكلم عن واحدة ممكن تصاب مثلا بمشاكل في الكلى وهي عندها 60 أو 70 سنة. لكن لما طبعا يعني حديث الله الشفاء لكل المرضى، وان محدش اصلا يصاب بحاجه زي كده او محدش يموت من حاجه زي كده، لكن احنا بيقول الكلام العام. لكن لما اتكلم عن طفله عندها 5 سنين واقول لك ان دي لو اتعالجتش بعد 10 سنين هتدخل في مشاكل في الكلى، انا بتكلم انها ممكن تدخل في فشل كلوي وممكن تحتاج زرع الكلى او تحتاج مشاكل او تحتاج غسيل، وهي لسه في ثانويه عامه، هي لسه في 15 سنه او 16 سنه، فبرضه هتبقى لسه طفله او دي لسه في مرحله اللي هي المراهقه او ما بعد المراهقه. على ما بتوصل 25 سنه هيبقى عندها 20 سنه مرت من مرض مزمن مناعي. فلو انا مع اجتهاد بشكل قوي المريضه دي ممكن على ما بتوصل 30 سنه مثلا تكون ليها مشاكل كبيره جدا حصلت معاها، ممكن تؤدي الى يعني فشل كلوي لا قدر الله، ممكن تؤدي الى مشاكل في جهاز القلب والاوعيه الدمويه. فدايما القاعده العامه ان مريض الذئبه الحمراء لما بيجي في لما يكون طفل لازم اتعامل معاه بشكل اكثر يعني شراسه في العلاج من المريض اللي هو الكبير. برضو لحسن الحظ يعني، طبعا هو مش حسن حظ يعني، هو يعني كتعويض عن فكره ان انا يعني ان ببقى بداخل بعلاج اكثر شراسه، انه من اشهر الادويه اللي بستخدمها في الذئبه الحمراء حاجه اسمها الميثوتريبتان الاندوكسان اللي هو اسمه سايكلوفوسفامايد. العلاج ده من ضمن الآثار الجانبية المذكورة والمكتوبة إن ممكن يعمل حاجة اسمها فشل في المبيض، بيخلي المبيض يتوقف أو يعني يفشل، وبالتالي كأنه دخل في مرحلة سن يأس مبكرة. طبعا دي حاجة ملهاش حل لو حصلت، لكن من حسن حظ الأطفال إنه الطفلة الصغيرة اللي ما قبل البلوغ الكلام ده ما بيحصلش معاهم نهائيا، لانه الاندوكسان ما بيشتغلش غير على مبيض شغال، المبيض قبل البلوغ بيبقى لسه نايم لسه ما صحيش من النوم، فمش هيأثر عليه الاندوكسان نهائيا. فهنا انا ادي العلاج بتاعي بجرعاته العاليه وما اخافش من مشاكله، لان مشاكله في الغالب ما بتحصلش في الاطفال الصغيرين. يبقى انا عندي لما يجيني طفل صغير عنده ذئبه حمراء او طفله عندها ذئبه حمراء بدخل بالعلاج بشكل اكثر شراسه واكثر قوه، وما بخافش قوي من مشاكله الصحية. برضو باقي الأمراض بقى بتاعتنا اللي هي أمراض المناعة كلها، الصدفية ممكن تيجي في الأطفال، التهاب المفصل الصدفي يجي في الأطفال، التهاب العضلات والجلد حاجة اسمها البوليومايسيتس ديرماتوبوسايتس، التهاب العضل المتعدد والتهاب الجلد المتعدد المناعي أو الاتنين مع بعض، ده برضو بيبقى أكتر في يعني بيجي في الأطفال بشكل يعني مش فارق كتير عن الكبار، وبيبقى اكتر في الاطفال ان يجوا الاتنين مع بعض، يبقى الجلد مع العضلات مع بعضهم. دي بالنسبه لامراض المناعه الذاتيه كلها بتيجي في الاطفال ما عدا النقرس. برضو مرض بهجت قليل في الاطفال لكنه مش مفيش خلاص يعني، ممكن يحصل في الاطفال لكن قليل قوي. زي فكره النقرس برضو ما بيجيش في الاطفال، برضو مرض بهجت ما توقعش انه هيجي قبل سن 16 سنه. التهاب الأوعية الدموية المناعي ممكن يجي في الأطفال قبل 16 سنة، وفي أنواع معينة بتبقى يعني مخصصة للأطفال زي مرض اسمه كاوازاكي، بيجي التهاب في المفاصل الصغيرة والمتوسطة في الأطفال وممكن يؤدي لمشاكل في القلب لو ما تعالجش بشكل قوي.
طبعا الامراض اللي هي الامراض اللي هي اللي اصلا بتيجي مع السن، الخشونه وخلافه، دي اولا مش امراض مناعيه، ثانيا دي ما بتجيش طبعا في الاطفال نهائيا. ما ينفعش طفل عندها 16 سنه او طفل عنده 10 سنين او لو عندك خشونه في المفاصل، خشونه المفاصل ما بتجيش غير مع السن الكبير. يعني اكتر ناس ممكن يصابوا بالخشونه هم الناس اللي فوق ال50 فوق ال60. ممكن يجي قبل ال50، وحاليا بنشوفه في الثلاثينات والاربعينات، خصوصا مع الناس اللي هي بتستخدم مفاصلها بشكل خاطئ، الناس اللي هي بتقعد متربعة كتير، بتشيل حاجات تقيلة، بتطلع سلالم كتيرة، الناس اللي هي تخينة شوية، الناس اللي ما بتلعبش رياضة، ممكن دي تجيلها الخشونة في سن مبكر شوية في الثلاثينات أو الأربعينات. لكن ما توقعش خشونة في العشرينات أو في ما قبل العشرينات إلا في حالة من ثلاثة مهمش رابع، اما ان يكون اصلا في عيب خلقي في الرجلين يعني، فبالتالي توزيع الوزن على الركبه مش زي ما يعني زي ما هو زي كتالوج الاصل يعني بتاع الانسان، يعني الرجل اصلا ملوحه كده او ملوحه كده، ففي مشكله في توزيع الوزن على الركبه، فده خلى الخشونه تيجي بدري، او انه حصل كسر في منطقه الركبه وتعالج غلط، فالمفصل برضه حصل فيه سوء في توزيع الوزن على الـ على الـ الركبة، او انه الشاب او الشابة ده تخين قوي قوي بشكل بيسموه الموربيد اوبيزيتي، السمنة المفرطة المرضية، اللي هو مش واحد تخين عادي، لا ده واحد تخين بشكل، عارف انت ايه اللي هو بتشوفهم مثلا، ايه تلاقي مثلا بنت عندها 20 سنة ووزنها 250 كيلو مثلا، اللي هي يعني وزن اتنين تخان في بعض، فده دي سمنة مرضية، دي ما يعني بتبقى محتاجة يعني جراحة كبيرة وحاجات كتيرة، وده ممكن يعمل فعلا خشونة في سن صغير جدا جدا. موضوع هشاشة العظام، الهشاشة ممكن تحصل في الأطفال، لكن طبعا بيبقى لها طبعا يعني أسباب، في التمثيل الغذائي، في البناء الغذائي بتاع الطفل ده بيبقى فيه عنده حاجة فيها مشكلة، لكن برضو الأصل في الهشاشة إنها ما بتجيش غير في الكبار، ممكن تيجي في الأطفال الصغيرين مع سوء استخدام الكورتيزون، لو زودنا استخدام الكورتيزون بشكل كبير أكتر من 3 شهور بجرعات عالية، أو في بعض الأمراض اللي بتؤدي إلى مشاكل في العظم. الأكتر في الأطفال مش الهشاشة، الأكتر حاجة اسمها لين العظام. لين العظام ده اللي هو العظم موجود بس مفهوش كالسيوم كتير، نتيجة إن هو مفيش في إيه يعني القصه اللي بيسموها اللي هي لين العظام او الكساح، ده بتبقى ناقص فيتامين د، ودي بتتعالج من فيتامين د يعني بمنتهى البساطه. دي بالنسبه ك يعني يعني نبذه عامه عن روماتيزم الاطفال والفرق بينه وبين روماتيزم الكبار. طب مين بقى اللي بيعالج روماتيزم الاطفال؟ دكتور الروماتيزم ودكتور الاطفال. الاصل والصح واللي يعني اللي اتقال في الكتب انه في تخصص مستقل اسمه روماتيزم الاطفال، بعيد عن الاطفال العام وبعيد عن الروماتيزم العام. لكن في يعني في ظل ان مفيش تخصص حاليا اسمه روماتيزم الاطفال في معظم الاماكن في مصر، يمكن في القصر العيني بس في مثلا روماتيزم الاطفال، يمكن في بعض الاماكن بس الكبيره في مصر، لكن معظم الاماكن ما فيهاش تخصص مستقل اسمه روماتيزم الاطفال، فغالبا اللي بيعالج مرض الروماتيزم في الاطفال بيبقى دكتور الروماتيزم اللي هو دارس شويه في روماتيزم الاطفال. دكتور الأطفال ممكن يتخصص في أمراض المناعة اللي من ضمنها أمراض الروماتيزم، وبالتالي يشتغل برضو في الروماتيزم بتاع الأطفال. أنا رأيي الشخصي إنه المفروض في ظل عدم وجود تخصص مستقل لروماتيزم الأطفال إنه علاج روماتيزم الأطفال يتم بالتعاون، يعني زي ما بنقول بالعربي كده نعمل كونسلتو أو كونسلتيشن بالإنجليزي، نعمل كونسلتو بين دكتور الروماتيزم وبين دكتور الأطفال، والاثنين مطلوبين والاثنين مهمين في حالات روماتيزم الاطفال، لان انا كدكتور روماتيزم هفهم اكتر من بتاع الاطفال في ما يتعلق بالامراض الروماتيزميه وفرقها في القواعد على الاطفال والعلاجات المطلوبه، وهو هيفهم اكتر مني في النمو والتطور، وان كل سن دي احكامه وكل سن في الاطفال ليه جرعات مخصوصه ليه من كل دواء وليه مشاكل صحيه ممكن تحصل مع الروماتيزم او من غير الروماتيزم، فانا محتاجه وهو محتاجي هو محتاجني، فالاصل هنا ان احنا الاثنين نساعد بعض ونتعاون مع بعض وما نحاربش بعض، ده الاصل في القصه، حتى يعني الى ان يتعمل تخصص لوحده اسمه تخصص روماتيزم الاطفال.
يا محدثكم انا الدكتور احمد رشدي، انا عندي واخد يعني دكتوراه في الروماتيزم العام من جامعة سوهاج، واخدت بعدها دبلومة روماتيزم الاطفال من الاتحاد الاوروبي. دي طبعا كان كورس اونلاين، يعني اخدت الكورس كله على مدى سنة وامتحنته فعلا ومعايا شهادة بكده يعني. فيعني ادعي ان انا يعني متخصص شوية في حدة روماتيزم الاطفال، وعشان كده انا بتكلم عنه وبحب جدا اتكلم عن روماتيزم الاطفال، لان الناس كتيرة اولا في ايه ما تعرفش ان الروماتيزم ممكن يجي في الاطفال، وناس كتيرة مفكرة ان روماتيزم الاطفال يبقى يعالجه دكتور الاطفال العام. الاطفال كتخصص دلوقتي بدأت تتقسم زي الباطنة ما بدأت تتقسم، فحاليا جوه الاطفال بتلاقي واحد بتاع تغذية ونمو، واحد تاني خالص بتاع امراض قلب الاطفال، واحد تالت خالص بتاع امراض مخ واعصاب الاطفال او نفسيه وعصبيه الاطفال، وفي المفروض يكون في واحد بتاع امراض المناعه والروماتيزم في الاطفال. لكن نظرا لنقص العدد او مفيش اعداد كافيه من هذا التخصص في مصر، زي ما قلنا يمكن بعض المراكز الكبيره بس اللي فيها هذا التخصص، وفي بعض الجهود الفرديه، يعني مش هقول ان مفيش ناس خالص شغاله من الاطفال في الروماتيزم، لكن في جهود تظل الجهود فردية، إن تلاقي مثلا زميل أو زميلة من تخصص الأطفال انترستد أو مهتم بالأمراض الروماتيزمية والمناعية. لكن أولا هو اللي درس واللي قراه في الروماتيزم يقل كثير عن اللي أنا بشتغله واللي أنا بدرسه واللي أنا قريته. ثانيا في الغالب ما بيبقاش هو متخصص روماتيزم بس، بيبقى روماتيزم مثلا وأمراض مناعة، روماتيزم وحساسية، روماتيزم وأمراض دم، ساعات روماتيزم وامراض اورام في الاطفال. ودي طبعا كلها تخصصات منفصله عن بعضيها، فمش هينفع ان اقول ان انا بتاع كل الحاجات دي مع بعضيها. طب انا ابو لطفل مثلا وعندي مثلا ركبته وجعاه، ولا اروح لدكتور روماتيزم ولا اروح لدكتور اطفال في الاول؟ بص يا سيدي، اول حاجه عندك لازم نستبعد ان ده يكون حاجه حاده او حاجه بسبب عدوى مثلا. يعني اي حد عنده دور برد ممكن يحصل معاه شويه تعب في المفاصل، بس كده ما بيتمش، ما بيبقاش مده طويله، ما بيبقاش 6 اسابيع مثلا. فهو الحد اللي ما بين ان ده مرض مزمن مناعي تبع الروماتيزم، او ان هو حاجه حاده نتيجه ان هو جاله دور برد او اتخبط فيها او حاجه زي كده، فدي بتبقى 6 اسابيع. لو في يعني تاريخ، وده حتى في الكبار، لو في تاريخ مرضي واضح للاصابه، واحد وقع مثلا اتخبط بموتوسيكل، اتخبط في عربيه، وقع من البلكونه، اي حاجه زي كده، في يعني تاريخ مرضي واضح ان في اصابه كبيره هي اللي عملت له الالم ده او التعب ده في المفصل، يبقى نمره واحد لا روماتيزم ولا اطفال، اروح للعظام، جراحه العظام اول واحد، وهو اللي هيعمل له بقى الاشعاعات المطلوبه ويعمل له الفحوصات المطلوبه ويقول لي اه ده في كسر، ده في قطع، ده في تمزق، ده في خلع في المفصل، اي حاجه من دول دي اسمها تروما او اصابه. طب ما فيش من دول، ادور بقى في الحاجات المعديه. العدوى مهمه جدا ان انا استبعدها، لان العدوى لو اتثبت جوه المفصل، لو عندي حاجة اسمها سيبتيك ارثيتس أو التهاب مفصلي صديدي، والتهاب الصديد جوه المفصل لغاية لما الجسم يتعامل معاه بشكل طبيعي، ممكن ده يؤدي إلى تدمير كامل في الغضروف بتاع المفصل، مما يعني تدمير كامل في المفصل نفسه. فدي حاجة مهمة جدا إن أنا آخد بالي منها. الحاجة اللي بعد كده أستبعد برضو فكرة الأورام في الأمراض المزمنة، ودي مش شغلانة الأب أو الأم، دي المفروض انها شغلانه دكتور الروماتيزم او دكتور روماتيزم الاطفال اللي انت هتروح له، انه في حاجات كثيره من الامراض الروماتيزميه قد تتشابه مع امراض زي اللوكيميا، امراض سرطان الدم ربنا يحفظنا يعني. ودي لو اتعالجت او اتشخصت بشكل بدري وتعالجت بشكل بدري قوي، نسبه الشفاء منها قد تصل ل 100%. يعني بعض امراض السرطان في الاطفال ممكن يشفى المريض منها تماما بنسبه 100% لو اتشخص بدري وتعالج بدري. فدي لازم ابقى حاططها في دماغي دايما، انا كدكتور روماتيزم او دكتور روماتيزم اطفال. بعد ده كله، المريض عنده التهاب مفصلي متعدد او عنده اعراض من اعراض الروماتيزم في المفاصل واكتر من 6 اسابيع، يبقى اعرضه على دكتور روماتيزم، ويفضل دكتور روماتيزم الاطفال اذا كان موجود يعني، او دكتور روماتيزم متخصص في الاطفال او ميال ناحيه الاطفال. الحاجة اللي بعد كده بالنسبة للأمراض الروماتيزمية في الأطفال، إنها كلها مزمنة زي ما قلنا، لكن مش كلها بتفضل مدى الحياة مع المريض. زي ما قلنا لو بدأت بدري قوي بيبقى نسبة الشفاء منها كبيرة جدا،
ويمكن الأمراض الوحيدة اللي ممكن المريض يشفى منها تماما، بمعنى إنه يبطل العلاج بعد فترة، هي أمراض الالتهابات الأوعية الدموية المناعية الفاسكولايتس، بعض أنواع طبعا الفاسكولايتس، وبعض أمراض روماتيزم الأطفال. احنا رجعنا تاني اونلاين، معلش خط قطع من عندي. الحاجة اللي احنا بنقولها انه من الحاجات العجيبة جدا عند غير المتخصصين ان الحمى الروماتيزمية، هي اسمها حمى روماتيزمية لكنها مش تبع تخصص خالص، هي اساسا تبع تخصص القلب وبالذات قلب الاطفال. طب ليه؟ لان اكتر حاجة ممكن تسبب مشاكل لمريض الحمى الروماتيزمية هو ان يحصل مشاكل في القلب، وبالتالي بتوع القلب غالبا هم اللي شغالين، اللي دي هم اللي بيعالجوا الحمى الروماتيزمية، وبالذات طبعا متخصصين القلب في الأطفال. فلو مريض عنده حمى روماتيزمية يفضل إنه يتابع مع دكتور قلب أطفال، مش يتابع مع دكتور لا أطفال ولا روماتيزم. الحاجة المهمة برضو في الحمى الروماتيزمية، طبعا احنا بنعالجها، مش معناه إنها ما يجيش عند بتاع روماتيزم بس. احنا كده اعتقد احنا دلوقتي رجعنا تاني على الهوا. معلش بنعتذر عن اللخبطة اللي حصلت دي في الشبكة عندي انا. الحاجة التانية قلنا انه مريض الروماتيزم الحمى الروماتيزمية الاصل في علاجه هو دكتور القلب. الحاجة المهمة انه بيخطئ فيها كثير من زملائنا في تخصص الأطفال، وحتى بعض زملائنا في تخصص العظام الروماتيزم نفسه، إنه أي طفل صغير يعمل تحليل لـ AST-OT اللي بيسموه بالبلدي تحليل الصديد أو تحليل الميكروب السبحي، مجرد ما يطلع موجب يقول ده عنده حمى روماتيزمية. وده طبعا يعني أي واحد يعني متخرج من 5 طب مش هيعرف، هيبقى عارف إن ده كلام مش سليم، إنه التحليل لوحده لا يعني أي شيء. التحليل بيقول لك إن الجسم ده تعرض للميكروب ده، لكن هل تعرض الجسم او الطفل ده للميكروب السبحي في وقت ما من حياته معناه ان هو عنده دلوقتي حمى روماتيزميه؟ الاجابه لا. الحمى الروماتيزميه ليها طبعا حاجه اسمها كريتيريا للتشخيص، لازم بيكون عندي 2 من الكريتيريا الكبيره او 1 من الكبيره و2 من الصغيره، طبعا الدكاتره يعرفوا الكلام ده. فعدم وجود هذه الكريتيريا ما ينفعش اشخص حمى روماتيزميه على الاطلاق، وما ينفعش ادي الناس الاطفال حقنه اللي هي البنسلين اللي هي كل شهر او كل اسبوعين او كل 3 اسابيع على حسب البرنامج اللي انا ماشي عليه، وافضل اشكشك في الطفل وحقنه جلسه جدا ومؤلمه جدا، وفي الاخر المعظم اللي بنشوفه مش محتاج اصلا ياخد الحقنه دي ولا هتفرق معاه. المشكله انه في بعض الناس بيتعلقوا نفسيا بالحقنه، يعني انا شفت مامة الطفل بتقول لي لو ما بيتاخر عن حقنه اسبوع رجليه بتوجعه. طب طبعا ده كلام مش سليم اصلا ومش علمي، دي حقنة مضاد حيوي بيمنع انتشار هذه البكتيريا اللي بتسبب الحمى الروماتيزمية، فانا بديها له عشان احمي الطفل من زيادة في التأثير المناعي ضد هذه البكتيريا. فمش معنى ان هو اتأخر عنها اسبوع انه هيجيله التهاب في المفاصل، لان هو اصلا ما بيجيش بالشكل ده خالص. هو الفكرة ان انا بديه الحقنة لغاية سن 21 سنة او لغاية 10 سنين بعد اول اتاكة او بعد اول نوبة حمى روماتيزمية، عشان الطفل ما يصابش بمشاكل بعد كده في القلب وما يصابش بالمضاعفات بتاعة الحمى الروماتيزمية. معلش ده طولنا عليكم شوية والشبكة عندي مش مستقرة، فأنا مضطر أقفل دلوقتي. نتكلم المرة الجاية عن إيه؟ نتكلم عن عموما هشوف يعني طلباتكم ونشوف هنتكلم عن إيه المرة الجاية. ممكن نتكلم المرة الجاية عن الذئبة الحمراء ونشوف الدنيا إن شاء الله معاكم.